كده يعني ما هو لا حراك للمناف الا بالتوحد، لتوحد الفصائل الفلسطينيه والصوت الفلسطيني الفلسطيني والدوله الفلسطينيه. نتوقع الملفات الصعبه ايه امام اجتماعات بكره وبعده؟ هو الاتفاق على ما تم التوافق عليه مع الجانب المصري في تحديد مواعيد الانتخابات التي تم الاتفاق عليها بدون طرح أي عراقيل جديدة. من اعترضوا يا أستاذ لميس، بس خلينا نوضح تفضل. جميع الفصائل الفلسطينية حضرت إلى القاهرة، وبعض الأجنحة التي لم تحضر إلى القاهرة مصر يعني تجيد التعامل معهم، يعني كانت دعتهم قبل هيك وإجوا مجموعات صغيرة موجودة على الأرض لا تمثل فصيل داخل منظمة التحرير أو داخل الساحة الفلسطينية. يعني لما تكون حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والديمقراطية موجودين بالقاهرة ضمن ال 14 فصيل رئيسي، دول الكبار، دول المهمين، هو ده الأساس. المهم دول اللي يتفقوا، مش على يعني الأستاذ عبد المنعم سعيد بيقول إنه بدء قيام الدولة، لا، هذا تفاؤل سابق لأوانه. نحن لا نملك خيارات كثيرة الآن سوى العودة للحراك الدولي، والتي تم مناشدة مصر في الفترات الطويلة الماضية للعودة لهذا الملف، واستطاعت مصر في الوقت التي شعرت في أن الوقت بدأ يكون مناسبا بدأ التحرك. عشان هيك حبيت أذكر في الأول بالدعوة اللي تمت بالقاهرة للرباعية، طيب، غير سبقت رحلة الأردن، غير على الفلسطينيين، علينا نحن الفلسطينيين الاستفادة من هذه الحركة المستجدة على الأرض للتوافق على الطروحات بدون طرح خلافات جديدة.